ايفنت نشاط لشفاء جونيور كلوب، رح نتعرف على شفاء او على شفاء جونيور كلوب بالال اي يو بيروت. كمان معنا من الال اي يو بيروت مازن بيدون، اهلا وسهلا فيك. حضرتك امين صندوق ال اي يو الومناي اسوسيشن بيروت شابتر، اهلا وسهلا. ومعنا كمان دونا مياتي حموي نائبه رئيس شفاء جونيور كلوب، اهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف على شفاء بالاول. شفاء هي بلشت مجموعه اصحاب حبوا يقدموا شيء للمجتمع بوقت فراغهم، وانطلقوا من إيمانهم بقيمة حياة الإنسان، وبلش هيك عملهم التطوعي بالمجال الصحي وخصوصاً بمجال التبرع بالدم. وهيك أسسوا من 11 سنة جمعية شفاء للتبرع بالدم للمرضى المحتاجين. يعني نحن صلة وصل، عنا داتابيز، بالداتابيز لهلأ صار عنا 619 متبرع للدم. الناس يلي بحاجة لدم أو حتى المستشفيات بيتصلوا فينا، ونحن بدورنا منتصل بالمتبرع يلي فقد دمه مطابقة. من سنة أسسنا شفاء يوث كلوب، هو نادي لشباب شفاء هدفه تأمين المتبرعين للدم بجميع الجامعات. ومن 3 سنين أسسنا شفاء جونيور كلوب. هلا شفاء جونيور يوث كلوب يعني فهمناها، بس جونيور كلوب تنشوف شو رح يكون يعني التعاطي معهم. شفاء جونيور كلوب بيضم لهلا 55 ولد من 13 مدرسة، من 6 سنين لل 16 سنة، من 13 مدرسة من مختلف المدارس بلبنان. هدفنا نحن كان من تأسيس هالكلوب هو نعلم أولادنا على العمل التطوعي من هن وصغار. لانه وقت كنا بلشنا بالشفاء اكتشفنا انه كثير من الناس ما معودين على العمل التطوعي، ما معودين انه يتبرعوا بوقتهم لمساعده الاخرين، بقى قلنا نحن بنستثمر باولادنا من هن وصغار وبنعلمهم على هالعمل التطوعي. وشفاء جونيور كلوب عندهم 4 نشاطات على مدار السنه. في من النشاطات اللي بيعملوها عندنا يوم اليتيم العربي، هو ايفنت بيصير كل سنه بالنيسان، بيشتركوا فيه كل الجمعيات الخيرية من كل لبنان. ونحن كشفاء جونيور كلوب بيكون عندنا ستاند، ولاد شفاء جونيور كلوب بيعملوا ألعاب للأيتام. تاني نشاط منشارك فيه هو الاي يو بي فير لكل الان جي اوز. كمان ولاد شفاء جونيور كلوب بيعملوا أعمال يدوية صغيرة وبيبيعوها بالاي يو بي فير، وبيروح ريعوا لجمعية شفاء. كمان عندنا نشاط هو معرض اليتيم، بيصير بعيد الفطر. ولاد شفاء جونيور كلوب بيطلعوا بفكره ليجمعوا مصاري، بعد ما يجمعوا هالمصاري هن بيروحوا بيشتروا هدايا للايتام وبيوزعوا لهم اياها خلال الاحتفال. واخر ايفنت بنشارك فيه هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اللي هو الخميس القادم، رح نحكي عنه بس بعد هالوقفه. إذا ببلوك نوت اليوم رح نحكي عن إيفنت رح يصير السبت والأحد القادمين بالال اي يو بيروت. معنا باستوديو دونا مياتي حموي نائبة رئيس شفاء جونيور كلوب يلي قايمين بهالعمل، رح نشوف شو هو الإيفنت. بس معنا كمان باستوديو مازن بيدون أمين صندوق ال اي يو الومناي اسوسيشن بيروت شابتر، لشوف شو علاقة ال اي يو بشفاء. ال اي يو هي نحن بيروت شابتر تاع الالومناي بيروت شابتر، نحن بنشتغل كمان عمل تطوعي مثل شفاء، بس نحن بنشتغل اي عمل تطوعي لتعليم التلاميذ بالال اي يو، لنعطي سكولرشيبس وفاينانشال ايد للتلاميذ بالال اي يو. فنحن بالاتحاد مع شفاء حنعمل هالعمل ل يعني ريعه بيروح نصه ل جمعية شفاء ونصه للألومناي بيروت شابتر. نحن عنا الجامعة والمسرح والتكنيشنز وهن عندهم الإيفنت، فحنعمله سوا نستفيد اثنيناتنا ونفيد المجتمع اثنيناتنا، وبنفس الوقت زرع يعني هالثقافة، ثقافة التطوع عند الجميع. شو رح يكون الايفنت؟ المناسبة هي عيد المولد اللي هو نهار الخميس. هو الايفنت؟ نعم، العيد المولد هو نهار الخميس، الايفنت حيكون نهار السبت ونهار الاحد الجاي، يعني 26 27 جانوري من 4 لل 5 بالايو. هلا نحن هي مش اول سنه بنعمل هالاحتفال، هيدي ثالث سنه بنعمله، بس هالسنه قررنا يكون مع شراكه مع الايو الومناي اسوسيشن. عم نشوف غير احتفالات هون، هيدا احتفال السنه الماضيه اللي كان بالايو بي.
هو الاحتفال عنا 39 ولد هالسنة من شفاء جونيور كلوب، حيأدوا 13 انشودة بالعربي وبالانجليش وبالفرنش. هلأ هو الهدف تاع هالاحتفال أول شيء أنه أولاد يعبروا عن حبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمشوا على تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخدمة المجتمع، لأنه أولادنا عارفين أنه ريع هالاحتفال عم بيكون للشفاء، وهالسنة أكيد للمنح الدراسية للإيو. خلينا نشوف أجواء السنة الماضية شوي فينا. هذه كانت أجواء السنة الماضية. بس بدي ارجع لعندك مازن لنشوف الايو كيف يعني بيكون بيع التيكت عندها وعلى اي اساس بترتكزوا، وهل عمل تطوعي عندكم ثقافة موجودة بالجامعة والكل يعني معودين عليها؟ اكيد اكيد، نحن عمل تطوعي من اول ما نتخرج من الجامعة بنبلش العمل التطوعي لنساعد الجامعة. وبيع التيكت نحن عندنا 27000 ألومناي ممبرز منتسبين ومسجلين بالجامعة، انت خريجين الاليو يعني؟ اكيد خريجين الاليو، فنحن بنتواصل معهم على طول عن طريق الايميل. فاي ايفنت نحن بنعمله بنبعث لهم ايميلز فيه، وبصير بيع البطاقات عن طريق المكتب الالومناي بالجامعة. وهذا مش اول ايفنت بنعمله، بنعمل على مدار السنة عدة ايفنتس، مثل نعمل ايفنتس للاطفال كل سنه، بنجيب من ستوديو تيم نعمل ايفنت للاطفال، نعمل جالا دينرز، نعمل كله بهدف المنح الجامعيه. طبعا رح يكون الهدف مشترك بينكم وبين شفاء. شوي دونا حلو نعرف انه هالشباب والصبايا اللي رح نشوفهم بهالايفنت كيف عم بيعيشوا هالموضوع خلال السنه. هلا نحن صلنا 3 اشهر عم نتدرب، عنا فريق عمل عم بيساعدنا لتدريب الاولاد من مخرجين، عنا استاذ موسيقى، عنا معلمات كورال، حتى الامهات اللي اعضاء شفاء جونيور كلوب هن اللي عم بيساعدونا. هلا تنقيت الاغاني الحلو فيها انه مش بس المخرجين والاساتذه بنقوهم، حتى الولد احيانا بيجي بيقول لك والله انا هاي الغنيه حاببها، حابب غنيها. نحن بندرس بنشوف اذا بتزبط، عم بيقدروا يحفظوها صح، ونحطها يعني بالشو اللي حنقدمه ان شاء الله. بقى صلنا 3 اشهر تدريب كل اسبوع، والاولاد بتحسيهم هن بدهم يجوا، هن مبسوطين يجوا، يعني هن عم بيحفظوا الاغاني بالسياره، حاطين السي دي، عم بيرددوهم كل الوقت، لانه حابين يعبروا عن حبهم لسيدنا محمد. التعاون دائما مع الجامعات بتعرفي، لا هيدي ثالث سنه بنعمل احتفال، اول سنه كان شيء صغير، بلشنا بشيء صغير ب 15 ولد. السنة الماضية صحيح عملناه بالأيو بي، بس ما صحت لنا الفرصة ليكون فيها التعاون معهم. هالسنة تقدمنا من الأيو، كان التعاون كتير حلو معهم، لأنه قدموا لنا المسرح مثل ما تفضلوا وقالوا، وساعدونا ببيع البطاقات وعملوا لنا يعني حملة ماركتينج منيحة لتوصل لتقريبا لكل الناس. فإذا الموعد يوم السبت ب 26/1، ويوم الأحد ب 26/1 من الساعة 4 للساعة 5. 26 و27 الشهر. نعم. لكن الساعة 5 من 4 من ل 5 من 4 لل 5. نعم. من 4 لل 5 هو الموعد بالأيو بالإروين ثياتر. اهلا وسهلا فيكم، نرجع من نذكر انه بيع التيكتس بيكون بالأيو. نعم بالأيو عن طريق مكتب الألومناي اسوشيشن. اهلا وسهلا فيكم. شكرا مشاهدينا، هلا وقفه ونرجع نتابع.